الأتراك ينددون بالعدوان الإسرائيلي على سوريا ويؤكدون أن هذا العدوان جاء لتخفيف الضغط على إرهابيهم من الضربات الناجحة التي يوجهها الجيش العربي السوري لهؤلاء الإرهابيين. الأمر الذي يشير إلى أن إسرائيل والإرهابيين في سوريا يقاتلون في الخندق نفسه. ندد الأتراك بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على سوريا معتبرينه بلعبة تلعبها إسرائيل ومن خلفها أمريكا لتخفيف الضغط على أدواتهم الإرهابية، خصوصا أن في الأيام الأخيرة تلقت هذه الأدوات ضربات موجعة مما جعلها قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام بفعل ضربات الجيش العربي السوري، فما كان على إسرائيل إلا الرد على حد تعبير المحللين الأتراك. في الآونة الأخيرة بدأ الجيش العربي السوري بحملة تطهير ضد الإرهابيين هي الأكبر منذ أن بدأت الأزمة في سوريا، فجاء العدوان الإسرائيلي الآن لتخفيف الضغط على إرهابييه من ضربات الجيش العربي السوري، وهذا العدوان يدل على أن إسرائيل والإرهابيين في سوريا يقاتلون في نفس الخندق. العامة من المواطنين الأتراك لم يكن لديهم علم بالعدوان الإسرائيلي إلى حد إنجاز هذا التقرير، في إشارة واضحة إلى التكتم الإعلامي التي تقوم به حكومة العدالة والتنمية لتضليل الرأي العام التركي. ومع هذا عبر المواطنون الأتراك عن وقوفهم وتضامنهم مع الشعب السوري. أنا لم أشاهد هذا الخبر على شاشات التلفزة، لكن أدين هذا العمل الإجرامي البشع. في الحقيقة لا أستغرب هذا العمل من إسرائيل أبدا، لأن هذه الدولة على مر العقود الماضية أباحت دماء المسلمين، لهذا يجب علينا أن نتحد لنقف في وجه إسرائيل. أستنكر هذا العمل الجبان. أصلا إسرائيل كيان قائم على القتل والدمار، هي استغلت ما تعانيه سوريا فقامت بعدوانها. حقا إن هذا الكيان عديم الشرف والأخلاق. يا إلهي يا رب احمينا من شر هذا الكيان، يا بني يجب علينا أن نقف صفا واحدا بوجه هذه الغطرسة. أيقن الأتراك منذ البداية أن ما يجري بجارتهم الجنوبية ما هو إلا مخطط أمريكي صهيوني يهدف إلى إضعاف سوريا تحقيقا لأمن العدو الصهيوني، فوقفوا ضد هذه الهجمة الكونية ضد سوريا مؤكدين على أن العلاقات التي تجمعهم مع أشقائهم السوريين أقوى من أي مؤامرة. بعد الضربات القاسمة التي تعرضت لها أدوات الغرب الاستعمارية والكيان الصهيوني على أيدي رجال الجيش العربي السوري، أتت الغارة الإسرائيلية لتؤكد وبالدليل القاطع أن من يقف وراء المسلحين في سوريا هي إسرائيل، على حد قول المحللين السياسيين الأتراك. أديب عبد الفتاح، التلفزيون العربي السوري، أنقرة.